أخبار اليوم. صوت الجيل الجديد كلموني من لبنان، هم الناس كانت بتتفرج عليا في ستار اكاديمي وكانوا طالبين مينا بالاسم، هم عايزين مينا، يعني هم شايفين مينا بشخصيته بعفويته بكاريزمته، وهم حابين مينا كذا ما هو، فعايزينه يجي زي ما هو كده يقدم البرنامج مذيع. فكلموني الناس، قلت لهم ما عنديش اي مشكله، تعالوا نقعد نتكلم. رحت قعدنا نقعد نتكلم، كان متقالي في الاول ان الكاستنج فيه ناس مهمه، ممكن تلاقي اسم مهم جدا قبليك، فكما ما تتهزش يعني. في المقدمين يعني ان هم كاذاعه يعني ان هم مثلا اختاروا ثلاث اسامي، مثلا مينا وكذا وكذا، الثلاث اسامي دول هيعملوا انترفيو وهيختاروا واحد منهم يقدم البرنامج. كان مينا وشيما ومين تاني؟ لا مش بتكلم على البنات، بتكلم على الولاد بس يعني. الولاد كان في قالوا لي كذا اسم، يعني مش لازم اقول اساميهم. ورحت الحمد لله واتقابلت وسط الناس دي، واتفقت بقى العقد هيكون فيه كذا، ومده العقد هتبقى كذا، ومش هينفع تبقى مذيع في حته تانية بعد غير بعد ما تفوت مدد معينه، واتفقنا على كل حاجه ووافقت والناس موافقين عليا، وتلفزيون دبي موافق طبعا، تلفزيون محترم جدا، تلفزيون دبي اول مره اشتغل معاه، وان شاء الله يكون فيه تعاملات جديده كتير. اول تجربه ليك اذاعه على التلفزيون؟ اكيد الراديو طبعا، الراديو انت غني وبس. على 90 من اداني برضو خبره، ان انت بتعرف انت بتوصل خبره الهوا، انك بتوصل المعلومه من غير ما حد يبقى شايفك. يعني كريم بيسمع مينا، هو عارف هو شكل مينا دلوقتي ايه من طريقه كلامه، او من التعبيرات اللي بيقولها في كلامه. التلفزيون مختلف شويه بس بيوصلك اكتر الناس، بان كل حاجه انت كلك على الهوا، فبقى يعني ممكن ترفع حواجبك مثلا، الناس هتفهمك، مش عارف تعمل كده بايدك. تجربه مش سهله، صعبه، بس ما تخوفتش جدا ان انت التجربه؟ يعني في ساعات لحظه جات لك كده لا متردد لا مش هخوض، ولا كان عندك الدفاع الايجابي ان انت تخوض؟ اول حلقتين ثلاثه دول كنت ميت، مش خايف يعني. اول مره امسك مايك وانا داير البرنامج، يعني انا وشيما ماسكين البرنامج كله من اوله لاخر، فاكيد خايف جدا طبعا. وبعد كده بقى بعد الثالث حلقه او حاجه لقيت نفسي لا انا بقدر استمتع بقى، يعني هما كلهم كام حلقه، 9 10 حلقات، المفروض ان انا استمتع بقى، اخش وابسط واتكلم بطريقتي لحد ما ظبطت الدنيا. اول متخوف كده ومنكمش وكل كلمه بحساب، وايه ما عامل ده كذا وعامل ده كذا. كان باين حتى في كذا حد نقدني، مش فاكر مين بالظبط الاسامي. ما هو انا كده موجود يعني، في حد بينقدني يبقى انا كده موجود، مش لو ما حدش شايفني وحدش كتب عني حاجه يبقى انا كده مش حد شايفني. بالظبط. فالحمد لله ان في ناس في الاول بتنتقدني على راسي من فوق، النقد ايا كان بناء او هدام مش فارق معايا، بس اهم حاجه ان الناس شايفاني وشايفين مينا اذا كان حلو او وحش. والناس دي كلها في الاخر، في اخر حلقه في البرنامج، شافوا الفرق بين مينا في اول حلقه ومينا في اخر حلقه وشاهدوا بدا. استعنت بحد من الخبرات الاعلاميه، او يعني شفت ابرز اهم المعلومات او الخطوات اللي بيشغل عليها ايه، او حاولت تدرب نفسك من ناحيه اعلامي؟ كان في احمد فهمي، تقابلنا مرة بالصدفة كده في الطيارة وبتاع، قعدنا نتكلم وخدت منه كذا معلومة. أنا بحب أحمد أصلا، خاصة إن هو قريب مني، هو في مزيكا الأول وبعد كده دخل في قصة التقديم، فخدت خبرته في الحتة دي بقى بالظبط. غير كده كان عندنا كوتشز بتدربنا هناك في الـ في الـ في الـ في الاستوديو في لبنان، يعني كان معانا ميلاد حتشيتي، وكانت معانا فيروز، كانت معانا بيتي تاوتل برضو كانت بتدربنا شوية كده. كلمنا عن فكرة البرنامج بقى والمواهب اللي كانت فيه، وايه الفرق بينه وبين بقية البرامج التانية المواهب؟ بصراحة هو مبدئيا التلفزيون دبي تلفزيون محترم جدا، ومدي فرصة ل 12 شاب وبنت ان هم يوصلوا صوتهم للناس، فتحوا لهم زي شباك كده على الخليج كله. بحترم جدا الحته دي، ان حد بيحاول يساعد حد ان هو يوصل صوته، زي البرنامج اللي كنت فيه سالك انا مثلا، وصلني للناس وعرف مين مينا وعرف صوت مينا للناس عامل ازاي، كاريزمته عامله ازاي، انا بحترم ده جدا. يعني ايه الفرق ما بينه وبين ستار اكاديمي وقراب ايدول؟ كل برنامج وليه مميزات وليه حاجات بتفرقه عن برنامج تاني. صوت الجيل الجديد بيمركز اكتر على حته الشباب في سن ال 18 19 سنه، الاغاني جديده، ما فيش حد بيغني سلطانه بقى وحاجات قديمه وبتاع، عشان يبين اكتر حاجه يعني صوت الجيل الجديد. فالجيل الجديد ده اللي هم الشباب، حاجات جديده بقى، يعني بيغنوا بقى الستايلات السريعه والهاوس والحاجات.